هو انت كنت موجود فين بالظبط يا حاتم انا وقت حضرتك الحادثه؟ انا اتوجدت تاني يوم الساعه في نفس اليوم الساعه 2:30 بالليل. الجثث دي كانت مرميه على الشط. انت سمعت بالحادثه وعارف ان هم موجودين هناك عشان قرايبك؟ وهي بنت خالي وانا ابن عمتها. فلما سمعت كده انا جريت فشفت الحادث حضرتك كله كله باكمله. ما حدش كان بيشتغل الا الصيادين فقط. يعني انا جوزي طالع بشبكه بشبكه صياد الساعه 9 الصبح. عينه دي يوم بقى يعني في لما صبح الصبح مرمي عينه دي الدم نازل منها ومناخيره. حضرتك وصلنا لدرجه ان احنا حلمنا الناس اللي غرقانه تطلع. يعني حلمنا بقى ان احنا نشوف ولادنا. مفيش حد بينقذ، مفيش. لو كان في اسعافات كنا احنا عملنا حاجه. مفيش فرقه انقاذ معاها نور، كانوا طلعوا العيال والاطفال دي كانوا طلعوا. انت عيالك طلعوا؟ لا عيالي ماتوا. لا قصدي يعني لا ده طلعوا ثالث يوم. ثالث يوم ثالث يوم لما عاموا على وش الميه. كمان الاسعاف كانت عايزه تاخدهم مشرحه زينهم لما شافوه القمر ده كله. كانوا عايزين يروحوا مشرحه زينهم شوفوا وصلوا لغايه ايه. وده الزوج حضرتك الامامير دول وصلوا لغايه ايه؟ 33 سنه راجل ارزاق على الله. طب حاتم انت لما وصلت انت بتقول وصلت الساعه 2:30. ايوه فندم. فرقه الانقاذ كانت بتعمل ايه وقتها؟ ما كانش في فرقه انقاذ. ما كانش في اسعاف موجود. الاسعاف موجود. لا والاسعاف النهري مش لا بس الاسعاف اللي بتشيل جثث. الاحمر دوت الكبير ده اللي هو المعروف اللي بيطلع من الميه. لا ما فيش حد بتوع المسطحات والغطاسين. لا 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 اللي كان بيطلع حد 2:30 صيادين. صيادين اهل دي قريه. دي قريه فاهلها على الشط الثاني. فلما شافوا كده بقى ينقذوا. لدرجه ان كان في طفل صغير سنتين حضرتك مرمي في وسط البوص. يعني معنى كده الصندل طوله 90 متر. وزنه لا يقل عن 450 طن. هو اصلا لما يركب فوق مركب الساعه 5 يعني ما يجيش. مش من حقه ان هو يحدد الساعه 5 الصندل ده ما يجيش. انت عارفه ان الصندل المفروض الساعه 5 ما يبقاش موجود؟ ده هو معروف كده. طيب وعارفه ان المراكب دي حمولتها قد ايه؟ المفروض تشيل كام واحد؟ دي المفروض هي في الاعياد بتلم في الاعياد. لا هو حاملها بس احنا بنركبها. يعني ده المعتاد ده عادي انكم بتروحوا في الاعياد تبقوا 60 70 واحد على مركب صغيره؟ حضرتك ده دي رحله حلم الغلابه. دي حلم الغلابه. دي الرحله اللي هي الناس بترفع عن نفسها في العيد. دي الناس الغلابه ودي نتيجه ان احنا ناس غلابه اللي احنا ما يعني هي النتيجه ان احنا نموت وما نلاقيش حد ينقذنا. بس برضو ناخد بالنا من نفسنا. يعني ايوه ماشي يعني يا فندم. انا ما قلتش حاجه برضو. يعني هو اللي بيشغل المركب طماع. ده طمع. دي نتيجه الطمع جشع. والناس عايزه ترفع عن نفسها. اللي انت بتقوله مش جديد. يعني اي حد عايش في مصر عارف ان ده بيتكرر مش بس حتى في الاعياد انما في مناسبات كتير ده بيحصل. وبالتالي الرقابه لو موجوده اعتقد ده ما كانش هيبقى موجود. حضرتك عايز اقول هو ده تقصير. ده انت شايف التقصير من مين؟ التقصير يعتبر يعني على الاقل لو في فرق انقاذ حضرتك هم عارفين كان الناس في دي كانت نجت. احتبر اسره كده انتهت. مفيش لا اب ولا الاولاد. حضرتك تشوف بصص بطريقه بشعه حضرتك. حاجه انا ما قدرتش اخش معاهم. انا شفت حاجات يعني ما قدرتش اخش معاهم. انا جاتني صدمه عصبيه. انا دخلت لمؤاخذه معهد ناصر وشالوني دخلوني تاني. لان انا جالي حاله صدمه عصبيه مش قادر العقل يستوعب. ان الاولاد دول كانوا عندي في العيد. معظمهم كانوا اطفال وستات. اطفال ستات حضرتك وأطفال. لما رحت القسم عشان اعمل محضر بفقدان العيال انا شفت الحاجات اللي هم لاقيينها اللي هي بتاعت نظارات وتوك اطفال وحاجات كلهم اطفال جزم اطفال صغيره. انا بنتي ما طلعش منها الا الصندل. حاجات تحزن يعني. واسوره قلت للمغسله بس يبقى طلعها لي ديت بس ذكرى منها بس. عباره عن موبايلات وعن فلوس وحاجه ناس. من بنتي بس هي دي. فين صحاب الحاجه؟ فين؟ طب ايه رايك بعد عوده رئيس مجلس الوزراء من رحلته في ايطاليا والقرارات اللي خدها؟ ما انا عايز اقول لحضرتك 60,000 جنيه احنا ما خدناش حاجه حضرتك. احنا ما خدناش حاجه. احنا ناس غلابه على الله واحنا خدوا مننا احنا حضرتك 60,000 جنيه ورجعوا لنا الاسره. طب وهل رجع واحد منهم بس؟ احنا مش محتاجين ان احنا نقول اكتر ان احنا فقد اعز حاجه عندنا ضنانه ثلاثه يعني دول اعز حاجه عندنا. وبناشد المسؤولين ان انا حضرتك يعني مش معقول حد هيقدر يعوض اللي احنا فقدناه. طيب.